تم تفاقم عدد الوفيات وازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إلا أنه المواطن التونسي مازال مستهتر. المواطن التونسي مازلت تشوفه بلاش بافات، تشوفه في التجمعات، تشوف ما فماش تباعد جسدي. حسب رأيك شنو هو الحل مع الناس هذوما؟ تطبيق قانون. تطبيق قانون هو أحسن شيء. هو من 2010 لتو القانون أصبح حبر على ورق، لا يطبق في أي مجال كي لسخ العاصمة أو سخ مدينة في تراب تونس كاملة. لا إله الله محمد رسول الله. وسائل النقل فوضى عارمة. تطبيق القانون، أن قوانين مسنة منذ زمانة ما علينا إلا نطبقها. طبق القانون ونحترمه. نحن الطين نتاع المواطن العربي لا يستقيم إلا تحت طائلة الضغط. مع الأسف ثم نسبة قليلة من الشعب التونسي يستحقوا الحرية والديمقراطية، وأغلبية يعني السواد الأعظم التوانسي، سامحوني، السواد الأعظم التوانسة ما يستقيموا إلا تحت طائلة الضغط. طبق القانون، اضربوا بستين ألف، ما ستين ألف في البابات، اضربوا بستين وخلي تحط في الريشيرش، ما تخش عليه دون ليميديا أنت الفلوس. ستين دينار تو تشوف الناس كل ذاك الدور حط البابات نتاعه مسخة ما كذا يعمل، هم تعطيها كيكة هامش حرية يعيث فيها فسادا. شوف الحرية اللي جات هذي، فهمت؟ لا إله الله محمد رسول الله. توانسة عابسين، نشوف فيهم عابسين بالحرية، ناس تقاري في سلة تروتوار هكا ولا، وناس ما تحترمش قانون الطرقات. ومن البافيت هذه حدث ولا حرج، لا بافيت لا جيال لا معلش شنو. ونحن الفيروس شنو هو؟ انفيزيبل، هو ما يتشافش. نحن متعرف في العصر الجاهلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن أمة لا نؤمن إلا بالملموس. الفيروس ما يتشافش، ربي وينه؟ يقول لك وينه ربي؟ ونو ربي أنا باش نعبد، فهمت كيفاش؟ ونو الفيروس أنا باش خاف منه؟ يحب يشوفوا بعينيه مجسم امامه. الزح تبعوا الناس اللي الرايدين في العلم، قال لك فيروس فتاك الى اخره، حافظ على صحتك وصحه غيرك هكا ولا. اذا كان انت بتحبش تحافظ على صحتك ايزول توا، اعزل نفسك في مكان ما، يعني اعمل لوتو كونفينمون وابقى بلا بافيت، حر في اعمالك. اما الطونكي مش تدخل في الشارع، احترم السيركوي. الحل لا يمكن الحل، ما فماش حتى حل امام ضعف الامكانيات في تونس والموارد الاقتصاديه اللي تخلي الانسان يضطر باش يهبط في نقل كيما المترو. خذوا له قداش معبي دونك كلي مقاهي تبارك الله، معناها ما فماش حتى امكانيات اللي باش تخلي الانسان يتنقل براحه، وفما تباعد ولا فما كذا ولا في السبيطارات ما فماش كيف اكتظاظ في السبيطارات. واحد يضرب بالستة سوايع يستنى في الدورة بتاعه، والناس جاية من الولايات، لأنه قلة الإمكانيات هي اللي خلتنا في كارثة ما نجموش ننصحوا. زدت ونحن في ظرف اقتصادي هش، أو ولينا فقراء تماما، معناها اللي ما عادش قادرين حتى لا باش ما عندناش حتى ظرف. وهذاك علاش الإنسان اللي لما يشوف الحالات هكا يولي يستهتر ويولي يأيس ويولي يقول لك أي سايبها على ربي، واللي باش يصير يصير، وكاهو خلينا نخرج نجيب خبصة صغار في مترو زحمة، كار زحمة، شيء أسف. يعني الدولة هي اللي عندها توضع في الخطط بتاع الحجر الصحي منقوصة من كلش اللجنة العلمية، لكن كحكومة ما هيش قاعدة تاخذ التدابير، ما فماش معناها التقليص من بين الوقت متاع النقل، معناها من بين المترو والمترو في عد نص ساعة ربع ساعة باش الشيء قاعدة في الكيران كيف هذا ما فماش منه في تونس. دونك اللي على ربي خير، واللي متسبب في الكارثة هذه مش قلة الوعي متاع المواطن، لأنه مضطر فقير. احنا عشنا الأزمة متاع شهرين ما لقيناش لا نخلصوا لما ولا ضو الفاتورات يجي نقص لك. دونك اللي باش يقعد بطال نهار ومنقوب ما لقاش منين يعيش، والدوله ماهيش قادره باش تساعد. شنو الحل؟ الحل بيدها هي، واللي قاعد يموت في رقبتها هي. واحنا ربما باش نوصلوا لاكثر من العدد هذا، من هنا الموفى اخر الشهر يمكن نوصلوا 7000 8000 9000 يمكن نوصلوا اكثر، فهمت؟ والسبب فيه الحكومات المتعاقبه الكل. الحل يلزم الناس الكل تعمل البافيت، يلزم نحترموا. كان الدوله مصيبه احنا يلزمنا نخافوا على رواحنا. برشا 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 بلاش بافيت، الحق ما يحترموش، وربي يهدي وكهو. العبد يزمنا نحمو بعضنا، كلنا يزمنا اللي في اليد نحمو بعضنا. دولة قالت لك نعمل على وعي المواطن، والمواطن مش واعي بروحه. الأغلبية العباد محافظة الحق، الأغلبية بمحافظة بالبافيت، قليل الغالب قليل مستهترين بها الحكاية، أما الأغلبية كلهم بالبافيت. المستهترين هذوكم ينجموا يضروا حياة العباد. واحدة من الناس تو في خدمتي كلهم، الناس الكل محترمة، نحترموا بعضنا، كنا بالبافيت الكل، اللهم واحد، كنا بالبافيت، ما تدخل الخدمة إلا بالبافيت، وما غير حتى خدمة، حتى قليل قليل المستهتر به الحكاية، أما الأغلبية بالبافيت الحق. يخافوا على رواحنا يلزمنا.
على صغارنا ويلزم الجيل ويلزم كل شيء.